بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر لعلوم التنس تحييكم. ده مفهوم الميني تنس الأرضي الجزء الثالث، لأن إحنا طلب مننا إن إحنا نعمل كذا حلقة صغيرة على إن إزاي نفهم الميني تنس لأولياء الأمور أو لعامة الناس، إيه هو الميني تنس وإيه لعبة الميني تنس. طبعًا إحنا في الميني تنس قلنا إن العاطق كله بيطلع للمدرب. طب تعالى نشوف بقى إن تعليم الأولاد كافة العادات الصحيحة والسليمة برضه من المدرب، لأن التنس لعبة ممتعة تساعد الأطفال على اكتساب الكثير من المهارات كالسرعة والقوة والجري والمرونة والرشاقة التي تمتعهم بأجسام صحيحة. فلازم برضو إن الطفل يكون بنيته قوية وصحيحة، لأن عندما نبدأ تعليم الطفل لعبة التنس يجب أن نركز على العادات الصحية السليمة لدى الطفل التي تجعل إن هو يقدر إنه يستطيع يمارس هذه اللعبة. ثم ننتقل إلى ممارسة الألعاب الخفيفة في نفس الملعب برضو. يعني احنا بننصح ان الطفل ياكل ايه ويشرب ايه، وزائد ان من مهاراته في الملعب بنقدر نحس ان فعلا الطفل ده ان هو فعلا عنده بنيه صحيحه سليمه، او ننصح بان يكون عنده بنيه صحيحه. لان التشوق الدائم للشكل العام للطفل في الملعب هو اللي بيقدر نركز عليه بنصيحتنا للطفل. والهدف من الالعاب هو داخل الملعب، الهدف منها ان يكون الطفل محبب للعب، من الجسم السليم او العقل السليم في الجسم السليم، فيجب ان يكون فعلا البنيه صحيحه لدى الطفل لكي يقدر يستطيع يمارس اللعبه ويقدر يحصل على بطولات او اخلاف. طيب، ولا يوجد هناك اي وجه استعجال في خلال هذه المرحله، في مرحله الطفوله بالذات، ان احنا بنحاول نكون الطفل واحده واحده، ما بنستعجلش على تدريبه. يعني ممكن المهارة نقولها النهاردة، نقولها تاني يوم، نقولها تالت يوم، لكي تصل إلى الطفل في وقت معين. حتى يتمكن الطفل من إجادة الإحساس بالكورة برضه بتاخد فترة طويلة معانا في نفس الملعب واحنا شغالين. شكرا، وهنكمل في الباقي.